حيث تفقدت 10 لجان افتتاح و 409 لجنة اقتراع تواجدت في 187 مركز اقتراع، كما تابعت إجراءات فرز وعد الأصوات في عدد من اللجان المشمولة بالمتابعة، مسجلة توافق مجريات عملية الاقتراع مع الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية والقرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات. ثالثا، عملية الاقتراع. أولا، تأمين مراكز الاقتراع. رصدت البعثة تواجدا لقوات الأمن في محيط ومداخل المراكز خلال أيام الاقتراع، مما ساهم في إجراء الانتخابات ضمن أجواء آمنة وسليمة. ثانيا، محاولات التأثير على الناخبين. رصدت البعثة في بعض المناطق التي تواجدت بها حالات معزولة للتأثير على الناخبين. ثالثا، افتتاح لجان الاقتراع. افتتحت معظم لجان الاقتراع في الوقت المحدد على الساعة 9 صباحا، وتمت إجراءات عملية الافتتاح بشكل صحيح وكامل وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها. رابعا، مواد الاقتراع. رصدت البعثة توافر المواد الانتخابية اللازمة لإتمام عملية الاقتراع، وفي هذا الصدد تشيد البعثة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم استخدام الحبر الفسفوري للحد من انتشار فيروس كورونا. خامسا، إجراءات الاقتراع. لاحظت البعثة تمتع رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع بالخبرة الكافية بالإجراءات المتبعة، وهو الأمر الذي ساعد على أن تكون عملية التصويت صحيحة. سادسا، الإجراءات الاحترازية. تثمن البعثة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات في ظل تداعيات جائحة كورونا بتنسيق محكم مع الأجهزة الصحية المعنية، الأمر الذي ساهم في إجراء عملية التصويت في ظروف صحية آمنة. سابعا، مشاركة المرأة. ساهمت المرأة المصرية بفاعلية طوال هذا المسار الانتخابي، مكرسة حضورها خلال الجولة الثانية بتواجد ملحوظ كناخبة في الإقبال على عملية التصويت، وكمرشح على القوائم الانتخابية، وكمشرفة وعضوة في لجان الاقتراع. ثامنا، مشاركة كبار السن وذوي الحاجيات الخاصة. رصدت البعثة في اللجان التي تواجدت بها التسهيلات المقدمة من طرف أفراد الأمن ورؤساء وأعضاء اللجان لمساعدة الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والهمم، من خلال تسهيل وصول هذه الفئة من الناخبين إلى لجان الاقتراع. تاسعا، وكلاء المرشحين. رصدت البعثة على غرار الجولة السابقة تواجدا لوكلاء المرشحين في لجان الاقتراع. عاشرا، وعي الناخبين بإجراءات عملية الاقتراع. لاحظت البعثة خلال جولاتها التفقدية ومعاينة سير الاقتراع أن وعي الناخبين خلال هذه الجولة كان على درجة أعلى نسبيا من سابقتها، وقد يعود ذلك إلى وجود ورقة واحدة فقط مخصصة للاقتراع وفق النظام الفردي، وبالإضافة إلى قلة عدد المرشحين، مما يكون قد سهل عملية التصويت على الناخبين. 11، فترة الراحة. سجلت البعثة في الأماكن طبعا التي زارتها حرص السادة القضاة والسيدات كذلك على إغلاق لجان الاقتراع في موعدها المحدد بين الساعة 3 والساعة 4 عصرا، وكانت إجراءات الإغلاق والافتتاح
سليمة وكاملة. 12 انتهاء المدة القانونية للتصويت. رصدت البعثة إغلاق لجان الاقتراع في الوقت المحدد قانونا، أي في تمام 9 مساء، وذلك بعد تأكد رئيس اللجنة من عدم وجود ناخبين أمام لجان الاقتراع. 13 عملية الفرز والعد. جرت عملية الفرز والعد في المراكز التي خضعت لمعاينة أعضاء البعثة وفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون، ولم تستغرق وقتا طويلا مقارنة بالجولة الأولى. وقد يعود السبب إلى عدم وجود أوراق اقتراع خاصة بالقوائم، وإلى قلة عدد المرشحين مقارنة بالجولة الأولى، كما تم تحرير محاضر العد والفرز وتعليقها خارج مقار اللجان. رابعا، خلاصات أولية. في ضوء نتائج خطة تحرك وانتشار بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 في المحافظات المعنية بالمتابعة، والتي اعتمدت على أخذ عينة تراعي التنوع في المناطق، سجلت البعثة أن جولة الإعادة اتسمت بدرجة عالية من التنظيم دون اختلالات جوهرية تؤثر على حيادية هذا الاستحقاق. تعرب البعثة عن خالص الشكر للتعاون البناء والتسهيلات المقدمة لها من طرف الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة المؤسسات والجهات المعنية على المستويين المركزي والمحلي، تنفيذا لمقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للانتخابات. ستصدر البعثة تقريرها النهائي بشأن ملاحظاتها التفصيلية وتوصياتها حول مجريات العملية الانتخابية في مختلف مراحلها وجوانبها، وذلك بعد الإعلان عن النتائج الرسمية من طرف النهائية من طرف الهيئة، على أن يرفع هذا التقرير إلى معالي الأمين العام جامعة الدول العربية ليرسله بدوره إلى هذه الهيئة. تتقدم بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 بخالص التهاني لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبا بمناسبة استكمال هذا الاستحقاق الوطني الذي سيشكل خطوة متقدمة لبروز نخبة برلمانية جديدة بما يعزز بناء دولة القانون والمؤسسات. شكرا جزيلا على حسن إصغائكم.